سيريا شنو كديري؟ نطوي. نطوي؟ برافو بنتي انايا. كديري نطوي؟ بنتي حادقة. ما شاء الله عليها. السلام عليكم. اليوم وصلني هاد الموليميكس، هذا كليك شيف، هذا البديل ديال الثيرموميكس. بديل رخص من الثيرموميكس ولكن بحاله في كل شيء. هذا هو بودو كويزين، تا هو كيطيب، تا هو كيعجن، تا هو كيطحن. الثيرموميكس هذا خور، يعني نفس الاشياء اللي كيديرها الثيرموميكس كيديرها هاد كليك شيف. هذا من المارك ديال موليميكس، طبيعه الحال راه غنيه على التعريف. انا غنخلي لكم الفيديو وداكشي كله اللي وصلني معاه، ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات به وبزاف ديال الامور غادي نتهنى منهم بسبب الثيرموميكس هذا ديال مولينيكس. لان شنو نقول لكم، صراحه جاني بحال درهم ديال الحلال، ما جابوا عادي نقول يا سلام. صراحه كنت حاطه في السله ديال المشتريات واحد السيت انترنيت وما كنتش دايره في دماغي غياخذوا لي، سورتو انه هو كان غالي وداروا فيه واحد لابروموسيون ناقصين تقريبا واحد 60% تقريبا اللي ناقصين وصافي. يعني ملي شافوا بهذاك الثمن قال لي ما قدرتش ما ناخذوش ليك غير باش يهنيك من بزاف الحوايج. ومن هاد الميني بار اخيتي شكرا على راجلي العزيز، الله يخليك ليا ويخليك ديما تشفق راسي ويدومك عليا يا ربي، ويدومك عليا يا ربي جاه، ويدومك عليا يا سيدي ربي يخلي لك صحتك ويخلي لينا بنتنا يا ربي ونفرحو بها. المهم نشارك معكم التفاصيل كامله في هاد الفيديو هادي، خليكم على فيديو. وركع البطونه اليوم راتب بلا صحيح لازم نبقى باش نجي بابي. هنا كنوريكم لي بيس كاملين اللي لقيت في هذاك الكاس، واخا هو الصراحه شحال وانا مضاربه معاك كما شفتو وجاني ثقيل، ما قدرتش ما كنعرفش نحل هذاك الكاس، وفي نفس الوقت ما عرفتش عاوتاني نسدو من بعد شوغا فلا فيديو. بل داكشي كله اللي لقيتو في هاد كليك شيف راه بحالو بحال الثيرمونيكس، كاع دوك لي بيس اللي كيكونوا في الثيرمونيكس كاينين في هذا. دابا انا تقريبا راه شي 2 سمان باش وصلني وجربت وصورت لكم فيديوهات وان شاء الله غير توصل وقتها ونحطهم. راني كنصور بزاف ديال الفيديوهات ومخليهم عندي، كندير المونتاج بالترتيب وكنبقى نحط بالترتيب حيت ما يمكنش نطبق دوك الاخيرين على الاخرين. يعني ودي فوا كتكون شي حاجه اللي ضروري خصني نحطها في نهارها، راه كنحطها لكم في نهارها بحال ديال الدخول مدراسي ولا هذا، راه ما يمكنش لا فيديو نخليها عندي عاوتاني تخمات حتى من بعد. كتحطو فوق من هذيك فكي والميزان فيه يقرب. رخامك حلوه بحال كاع ما تيبان. واش تيشان اللي ما عارفه فيه حتى شي حاجه والو. نفسك تحطي شي حاجه ولا شي ميزان بلاتي شان حطه مثلا. حط نشوف شحال فيها. 58 غرام غشوني فيها. شحال مكتوب؟ ماشي مشكل. شنو اخر هاد الشي؟ عرفتو غيطحن. دابا انا دايره ليه غير اي مينوت. شنو اي مينوت؟ درتي ليه دقيقه. ايه مينوت بسم الله عليك. درتي ليه دقيقه مينوت. ايه دقيقه درتي. المهم هاد البطونه هي باش كيدار وباش كيتحيد منها.
هاد البطون هاد اليد كتجي منين تجي؟ اه حيت كاين واحد اللعيبه لتحت. مش متاكد هذيك ماشي ساعه؟ راه هادشي اللي بغيت نعرف، حيت بنت ليا شتي كاينين هادوك خصهم يجيو. المهم راه تتحل عاصا الله يسمح ليا من الكذب، دابا بلاتي نجربو شي حاجه اخرى. دابا شنو نجرب؟ غادي نجربو سلو كوك. شنو غادي نجربو؟ هادي بغيتي ندير الطاجين كيف؟ عرفتي كيف يتحط زعما؟ مايمكنش. لا والله تيتحط. يعني كيبقى محطوط على الحساب. لا راه تما كيطلع البوخة. الله اصبر. تاع هذا. قيل ما يتحلش هو. لا راه حيت خدمتيه. ما خدمت والو اصبر. ما كيتحط هكا؟ يعني كتكون محيدة. هادي الا بغيتي ت انتي ما دايره فيه لا ما والو، ما دايره فيه والو. ما فيه لا ما لا والو، ما فيه لا ما لا والو. اش بغيتي يعطيك؟ راه تيقول لك اش غادي سميتو تحرق، تيقول لك يطلع لي الطونسي باش يعطيك البخار. هذيك ديال الصاره دابا عرفناه، غدا نزيدو نتعرفو عليه ان شاء الله. فهمتي؟ المهم ها ترمومكس. هنايا من بعد ما وصلني هذاك الترمومكس وصلني معاه حتى واحد البوكس فيه واحد البولات اللي هما كيكونوا كاملين الزاج وكيكونوا بحال الشكل ديال ليد. انا دوك اللي كندير هنايا في الدريالات شفتوهم، الناس اللي تحتاني ديالهم كله بلاستيك وما عجبنيش الديكور ديالهم بحال هكاك، ما بغيتش داك البلاستيك الابيض يبقى يبان. على الاخرين فيهم غير الفلتاج وفيهم الزاج، يعني كله معطيه بحال الشكل ديال الزاج بحال هذوك اللي عندي في الميني بار ديال الكوزينه كيجيو بحال هكاك، ما فيهمش البلاستيك ميت. ما بانوش اصلا هاتي، ما بغاوش ما بانوش البولات. جاوك بحال هذا نفس التيم.